السلام عليكم وبداية فيديو جديد ضرب نار. قبل ما نبتدي الفيديو يا جدعان، لو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي حالا سبسكرايب للقناه عشان تنضموا لاداشمه العليا في اليوتيوب كلها، عيله الاشباح يا جدعان. المفروض يا جدعان ان فيديو النهارده هيبقى فيديو مميز قوي بالنسبه لي. المفروض ان بابا جاي النهارده يا جدعان، انا هموت من الفرحه وان قلبي هيقع. اجمل كده لا بسابيس ولا ما تعيطش يالا. المفروض يا جدعان ان بابا جاي النهارده يا جدعان، المفروض ان الفيديو النهارده هيبقى مميز قوي ومن اهم الفيديوهات على القناه. يعني بصوا اخر فيديو ده انا كنت موديه كده من حوالي 5 شهور 4 شهور كده، يعني بصوا كنت بعيط. المفروض انا مليان باور يا جدعان، بصوا انا هموت من الفرحه والله يا جدعان، انا هموت من الفرحه. بابا ده حبيب قلبي يا جدعان، المفروض ان احنا رايحين نجيبه من المطار انا وبيسو حبيبي. المفروض يا جدعان الفيديو زي ما انتم شايفين، بصوا السحنه دي قبل وبعد، السحنه دي قبل وبعد. المفروض يا جدعان ان احنا برضو هنخش نرطب على نفسنا بقى وكده عشان بابا جاي النهارده. يعني المفروض ان الساعه دلوقتي الساعه 4:01 بعد كده، استنى يا عم الغيب. المفروض ان الساعه دلوقتي 5:50. المفروض يا جدعان ان بابا هيركب الطياره الساعه 8 ويعني هيكون في القاهره الساعه 11، والساعة 11:30 هيطلع من المطار عشان بيوزن وكده بقى، والساعة 2 هيكون في بيته الجميل ده. الله، المفروض يا جدعان بابا هيرجع ينور مصر من تاني. انا عايز اقول لك يا بابا ان انت اما بتسافر مصر كلها بتبقى مظلمه والسعوديه كلها بتبقى منوره عشان انت فيها يا حبيبي. المفروض يا ماما برضه انا عايز اقول لك ان انت بابا بتتفرجي على الفيديو ده انا بحبك. بصوا يا جدعان، المفروض ان بابا مش جاي لوحده، بابا جاي هو واربعه. المفروض بابا وعمي احمد اللي كان لسه خاطب قريب ده برضو صورته هتصور لكم هنا، والمفروض يا جدعان عم حامد صاحب بابا برضو. فلاش باك للقطه اللي كانوا مسافرين فيه. عم حامد مسي بقى على الناه والبحبايب. زعلان ان انت مسافر؟ طبعا. دلوقتي بقى هنخش نرتب على نفسنا ويلا بينا. المفروض يا جدعان ان احنا لبسنا وتشيكنا يا جدعان، بس عايز اقول كلمتين. المفروض يا جدعان بابا ده من اكتر، هو اكتر واحد شجعنا هو وماما، وقال لنا كلمه وحشه ودايما بيشجعنا وبيقول لنا الكلام الحلو. وانا بحب اقول لك انت حبيب قلبي يا بابا، وانا بعشقك، انت نص قلبي، انت نص قلبي وربنا. المفروض يا جدعان ان احنا لبسنا، وبرده هتشوفوا لقطه سينماتيكيه كده لينا. المفروض يا جدعان ان احنا دلوقتي بقى ننزل للعربيه اللي هنتحرك بيها. المفروض يا جدعان ان احنا دلوقتي ابتدينا نتحرك في العربيه، واشترينا برضه شويه مرطبات كده عشان انتوا عارفين بقى يعني ايه الدنيا ليل. الساعه كام؟ بصوا يا جدعان الساعه 9:15 كده. المفروض ان بابا ركب الطياره، برضه الصوره هتظهر لكم على الشاشه. معانا فيديو النهارده نورين اختي. المفروض بقى يا جدعان ان احنا هنصور لكم برضو شويه في الطريق كده، وان شاء الله نوصل بالسلامه وتيجي بالسلامه يا بابا حبيب قلبي. المفروض يا جدعان ان احنا قدام المطار اهو، المفروض ان الطيارات هنا يا جدعان، ويعني المفروض ان دلوقتي الساعه 10:50 كده ولا حاجة، هو هينزل من الطيارة الساعة 11، يعني نص ساعة كده وهتبقى معانا يا بابا حبيب قلبي. ربنا يا جدعان أنا متحمس وهنخربها في الفيديوهات. اللي بيحبوا بابا يدوس لايك يا جدعان. معانا برضه نورين حبيب قلبي. البوب راجع من تاني يا جدعان. المفروض إن احنا دلوقتي بقى رايحين نستقبله من المطار، وربنا أنا هموت من الفرحة. وبيسو احنا نبقى شويه يا جدعان، ريحنا كده حبيبي. المفروض يا جدعان ان احنا خليناه هو في الطياره برضه، هحسب لكم شويه سكرينات كده خدتها معاه، وهتشوفوا برضه لما نوصل بقى نخش المطار. يعني 10 دقايق وهندخل المطار، لما ندخل هنفتح الفيديو تاني. المفروض يا جدعان ان الطياره وصلت، وبابا حبيب قلبي نزل القاهره هنا بقى يا جدعان. بابا نور مصر كلها وظلم السعوديه، بس اهم حاجه مصر تبقى منوره بيك يا حبيب قلبي. المفروض ان احنا بس نزلنا نعمل زي الناس، نزلنا امبارح بس
المفروض يا جدعان ان احنا نركب العربيه ونروح المطار تاني. عن ان احنا خلاص وصلنا قدام المطار، هو مطار القاهره الدولي، وبابا وصل اراضي مصر. نورت مصر يا حبيب قلبي. والمفروض طبعا يا جدعان اقسم بالله احنا هنموت من الفرحه. كان لسه مكلمنا يا جدعان من شويه وقال لنا ان الطياره وصلت وكده، والحمد لله على السلامه يا حبيب قلبي. وربنا انا بعشقك انت، انا يا بابا، انت حبيب قلبي يا بابا. احنا دلوقتي في انتظار بابا حبيب قلبي يا جدعان. بص يا جدعان، عم صلاح احكي لهم انت، عم صلاح احكي لهم انت. استني عشان هنعدي الطريق سوا. عشان نبصي شايفه الصائل طلعوا في صلاه ثلاثه، مش صلاه واحده. هم طلعوا يا جدعان واقفين قدام صلاه ثلاثه. الناس اللي مجموعه هناك ديت هم عندها. طب بس على الناس عم صلاح، انت دلوقتي على اليوتيوب. بس عم ناس ماشي يا بيس حبيبي عم صلاح. المفروض يا جدعان ان احنا قدام صلاه ثلاثه، هو هندور عليهم بقى. هم هندور عليهم فين؟ هم فين؟ تعالي كده يا نور، هم هنا يا ولد. هم فين؟ واحد هيموت من الفرح يا بابا. انت فين يا بابا؟ هو فين؟ انت فين يا بابا؟ لا ده مش هو. بغيت ده كده. استنى اما نرجع عليه. تعالى عليك. طلع فوق ده. انت فوق، انت فين؟ انت فوق فوق. تعالى. تعالى هم يا بيس. انا هموت من الفرحه يا جدعان. وربنا هموت من الفرحه. ايوه عم محمود حبيبي علي، الحمد لله على السلام. تعالوا كده خطوتين. عباس حبيب قلبي نور مصر كلها. المفروض يا جدعان ان بابا حبيب قلبي. جدعان بس على الناس بقى، حبيبنا حبيبي عم احمد حبيب قلبي وعم مصطفى. ايوه عم مصطفى بس على الناس. طب قول للناس حاجه بقى. بس على الناس يا عم مصطفى. يا عم مصطفى يا مصطفى بس على الناس. اه الجو حلو كده. وعلى النعمه وحشتنا يا عم محمد. عم نورت مصر يا عم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ وحشتوني والله يا عفشه. ده جدعان ان بابا حبيب قلبي جه من السعوديه اهو. حبايبنا انتظروا بقى فيديوهات ضرب نار هنعملها مع بابا بقى وبس على الناس. حبايبنا نقول الحمد لله على السلامه في الكومنتات يا جدعان، وان شاء الله هتشوفوا كل يوم مع فيديو، ونشوف كل فيديو الجاي سلام. ايوه حبيبي.